يسمعوا من قد حد من قد عرفتم جلسوا مثل حلم الليل، ما كلهم جلسوا معنا مثل حلم الليل. كم قد عرفت في بلاد وادعة، في بلاد قحطة، في بلاد حمداء، في كل مكان. عمري لهم 60 شبيت بحكم عبد العزيز ابن سعود ابن فيصل ابن خالد ابن مهد ابن عبد الله ابن قد حمدي ولك شلمة. الله يعزك ويقول لك الله واليوم أنا أفتن على رجلك عزيز يا واحد معك يتسامح منه عادة حج يتسامح منه عادة حج ترون الله سبحانه ما يخفى عليه لا قليل ولا كثير ويعلم ما في القلوب كم خلق الله في الدنيا كلها يعلم ما في قلوبهم ونحن ما نعلم فالحين الواحد يعز اخوه يعز اخوه عاد حد لا يصرف عليه الله لا يصرف عليه ويتواضع ترون كلمه الجيله لها ما قال والواحد اللي حمد اللي حمد مع هالجان يصكه خلق الله لنا عقول وقلوب والشنه قال لشان الفتاة مفتاح ما يرضى ما إله إلا خلقه ما احتدر والله الواحد لا تلقية على أخوه ولا على رفقة أهلية يحسن بكلمته قال لشان الفتاة مفتاح ما يرضى ما إله إلا خلقه ما احتدر والله يا أخوي أنا ما دمت حي بإذني لم أنت ما يشعب علي بكاك بقعك الله شرها يا ابن شال بقعك بيدانك فلا تمنونها من شاقنا بالعيب شقناه بالنقر شوق النقر للعايد الجواد الواحد يحسن كلمته ويقعد اخوه من سته كلمه الجيمه ويتواضع اول ما به قيم البيت اللي راح على عواله وهو مجنب توحشوا منه ولا در فليه راح عليهم يضحك ويشرب يتنفسوا وطاعوا في كل شيء.